اليوم حوريكم سر دجاج الشواية حق المحلات. عندي زبدية فيها موية، حضيف عليها خل، هنضيف لها ملح، فلفل اسود، برضه اضيف الكمون، اضيف شوية من الكزبرة. هقلب الخلطة لين ما يسيح معانا الملح، هشيل الدجاجة وانزلها في الخليط. خليها ساعة، كل ما سبتوها في الثلاجة أكثر الطعم حيصير أقوى. هستخدم القلاية الهوائية اللي ب 16 وظيفة من أديسون، هنكتشفها مع بعض اليوم. القلاية الهوائية اللي عندنا فيها خيارات يا جماعة مرة كتير، بدنا نعمل فيها خضروات، أسماك، بطاطس، ستيك، تجفيف فواكه، أجنحة، فك التجميد، لو عندكم شيء مجمد يفك لكم هو، الدجاج، البسكويت، شرايح الخبز بدكم تحمصوا الخبز فيها، تسخين، بيتزا، مشويات، وكيك، وسمبوسة، وفشار. طبعا الفشار ما بدكم تعملوه بايش؟ بهذه، خلاص تحطوا حبوب الفشار جوا، مرشوشة شوية زيت، هتقعد تلف وتتفقع معانا ويطلع الفشار جاهز. عندنا السيخ هذا حيخش جوة الدجاجة، حيتعلق جوا، حنشوي وحنعمل دجاج الشواية زي ما قلت لكم. بعد ما تبهرت معانا الدجاجة، خلاص حشيت الدجاج هنا ببصل وليمون، حطيت السيخ، والحين حقفلها. عشان نقفل الرجول ايش حنسوي؟ حنفك فتحة من هنا. خلاص الدجاجة جاهزة انها تخش معانا القلاية الهوائية. نقفل عليها، نحط على الخيار، حطيناها على خيار الشوي وشغلناها. هنسيبها لمدة ساعة على حرارة 180 ونرجع لها. هنفك الدجاج الآن، شيل كذا جزر من فوق، أكيد يكون خلص طبقنا. شوف بالله الجمال، يا ساتر، شايفين كيف مستوية؟ ما شاء الله تبارك الله، بسم الله. الجلد نفس حق الشواية اللي برا، واو.